أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دابوكا. وأنا بدور كده في العدد عندي وفي الحاجات القديمة، لقيت زي ما احنا شايفين كده العمود ده، او الله اعلم كان ايه، احتمال يكون بتاع رف بتاع اي حاجه. المهم انا من الناس اللي بحب ايه، اما بلاقي حاجه ما برمهاش، بشيلها استفاد منها، بيجي وقتها وزمانها. الحمد لله بيجي وقتها وزمانها. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها، قلت اعمل بيها ايه، اعمل بيها ايه، هتفيدني في ايه، دي ابيعها حديد دي مع مجموعه الحديد الخرده الثانيه. قلت لا، انا عندي فكره ممكن اعملها بيها وهتنفعني، واعمل بيها ابتكار هينفعني باذن الله، وهوريكم هنعمله ازاي. معانا زي ما احنا كده يا جماعه مرزبه او شاكوش كبير شويه، ومعانا شاكوش صغير. هنمسك دي كده يا جماعه ونفضل اهو كده يا جماعه، ونفضل ندوس عليها كده يا جماعه، نعرضها شويه اهو كده اهو، واعمل دي كمان من فوق كده برضو اهو. وحذروا بقى دي هتطلع ايه، اعملها وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفينه يا جماعه اهو اهو، اعمل التانيه واقول لكم هعمل ايه بعد الخطوه اللي هي جايه دي اهو يا جماعه. زي ما احنا شايفين ده الجزء التاني، ولسه هكمل فيه، ولسه الفكره ما قلتلكش عليها، هقول لكم عليها بعد ما اخلص الخطوه اللي بعد اللي جايه اهو يا جماعه. قربنا نخلص اهو اهو كده اهو، واوريكم بقى الخطوه اللي جايه. الخطوه الاخيره او قبل الاخيره اهو يا جماعه، قبل ما نعرف دي ايه اهو.
يا جماعة اهو اهو بقى عندي يا جماعة عتلة، هوريكو ازاي بقى هنستخدمها في عالم الالكترونيات ودورها فيه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.